كمية الفول مقدار هكذاك 500 غرام، ولا نقدروا نقصوا على 7 أفراد العائلة. لهنا نقليو دائما الفول هو الاولاني، نديروا له كميه تاع الزيت ونقليوها، نقليوها وحده بلا قبل ما نديروا له التوابل. نقليوها ديجا كي نبداو نقليوها نشموا هذيك الرائحه تاع الفول كما نقولوا سيرتو المحبين تاع الفول. يحبوها. نقليوها مليح، من بعد واش نضيفوا له؟ نضيفوا له لهنايا حبه عرس مقطع مكعبات، كميه تاع الحشيش، ولا هنا عندنا لهنا الدرسه والثوم لهنايا بعد ما رحيناهم، لهنا صافي عندنا البصل والثوم، لهنا نقليو مليح هذيك الشوربه ديالنا، توابل واش عندنا؟ ملح، فلفل الكحل، كمية تاع راس الحانوت، بيان سير ملعقة تاع العكري، وملعقة تاع طماطم مصبرة، هنا نقليو كامل بهم، خاطر الطماطم مصبرة كي نقليو بها من الأول، نحو لنا هذيك الحموضة اللي تكون فيها، نقليو مليح، ومن بعد نمرقو، لهنا نمرقوها، نخلوها لهنا طيب، بعد ما نحسوا الفول تاعنا بدا يدخلوا طياب، لهنا حنخترو ولا الحساء ديالنا، ولا الشوربة ديالنا، حنديرو لها بتليتلي. أوكي. نعم. تجي بلي بات تجي بنينه، خير خير ما دير لها الميم في الفرميسا، كي يحب يدير لها فرميسا هي من الاحسن، لان هنا الام تاعي الله ربي يرحمها كانت تدير لنا بتليتلي، تجي بزاف بنينه شوربه هذه، وما فيها ني لحم ني دجاج، وتخرج هايله. جي با دوت انه وصفات هادو تاع فيت فيت ووصفات نعم. تقليديه. نعم هادو ما كما نقول لك هادو ما كاع ندنا عليهم، ميم وصفات ما فيهمش بزاف لي زانغريديون، وتكفي افراد العائله، ميم كيكون معاك والو في الدار تسلك راسك تسلك راسك. نعم. بعد ما تليتلي تاعنا كاين اللي يحبوا يخافوا يتعجل لهم، ندخلوا شويه في الفرن باك يمد لنا غير لو ذهبي باك، باش على باش كي نغليوه ما يطلقش روحه. لهنا من بعد نقعدوا نحركوا، بعد ما طيب لنا الشوربه ديالنا بيان سير الكران تاع الحار يكون حاضر، وبيان سير الكميه تاع الحشيش.